صباح الخير عليكم أمل وشبوتي وشوتين. مرحبا بكم، مرحبا بكم عند خالتكم ماما. هذا النهار أنا بغيت نحيد هذا الورق ديال الدرة، إوا بغيت نحيدو ونعطيها للنعاش. ما عمري ما وريتها لكم، دابا نوريها لكم، غادي نحيدها. يلا هيو تابعوا خالتكم ماما باش تشوفوني كنحيد. يلا تابعوا خالتكم ماما، تنى يعجبكم هاد الشيء هذا اللي غادي دير خالتكم ماما. سلام ورحمة الله. ايوا تلا البركة، تلا البركة نسدوك بيه. ايوا ما ولد عندك صحة. ما عرفتش قيمة حتى هو تاخد دهني ما. ولكن غير حسن كيقولوا ما وسع عليه الشيء صار خير. توتا توتا. استكروا بيه. مالكي كضحكي، مالكي عاود عاطيها غير الضحك. لا نجيك شوف اخواتي صحابات، جاو الناس كيهضروا معنا والستر باي راه تصوير. ايوا هذا الشيء اللي كاين، حنا ما غاديش بغاش نوري لكم هاد الهضره اللي كنقول، اللي كتقول خالتكم ماما سلام سلام ورحمه الله. ايوا جاو عندنا تتغدى، ايوا هذا الشيء اللي كاين. انت اليوم شي شريف جا من المطار، كيجي العائله ديال الستر باي، العائله ودخلتو ديال سترباي. ايوا قلتها اليوم اجي عندنا تغدى عندنا، وهذا الشيء اللي كاين باش نحبسو التصوير. هذا الشيء يلاه تابعوا خالتكم ماما. انا كنحيد هذا الشيء، هذا الورد كنحيدو وكنخليها الكبال. ها انتوما الكبال، كنحيدو الكبال وكنحيدو هذا الشيء. ها انتوما ها انتوما ها جي نوريها لكم الكبال، هاي نوريها لكم الكبال. ما كيبغيش يحيد هذا الشيء هذا. ها ها انتوما ها الكبال، ها انتوما ها انا حيدتها هكا. يلا هوريهم هما الشيء هذا وبغيت يشوفوا هذه. ها ها انتوما ها هما بغيت الورق كنحيدو حتى تبدر عاد عاود كيتحيد. باش تعرفوا كيفاش هذا الشيء هذا. عرفتي هاكم السكرة غادي يوريها لكم شنو كيعني هذا الشيء هذا. واه شنو كيعني ها شوف جوج ها وحدة ها وحدة. بارك الله بارك الله. النقص هذا العام اخوتي النقص. ايه والبركة كاينة. الحرارة. انت كتقول انت اللي كتقول داك الشيء. ولا البركة كاينة. ما عمرت تخسر البركة. لا البركة ما عمرت
ما عمرها تدير ديما حضره ديما كي تحيد شيء اصعب لك شويه واه اي شيء كره هي واش دمنا الجنين جيت اللي سين الصحراء واخا يلا هاش فهمت ياش وقت اجا لاباس حراس ايوا الحمد لله ايوا الحمد لله عندك تصدر بيت وكيف تغوالي الحمد لله اللي شاربي بلادي اللهم لك الحمد اللي شاصدر بيت الحمد لله هتشرك هتشكر بلاد ما تحمل ما شو نكتير ايوا يسوى تحشى عود بيه وانا استفدت كنا مش نكديه يلا تابعوني حتى نديرو هذا حتى نهزوه هيها نخليهم في محسن سبب نجلس نحاجي لها هاي كيف نعيش هاوا
يلا هلا شتي وشتينا متتبعين ديال حالكم اما هاد وعمت ونقصو هنا كنحيد هذا الولد عاود ثاني ديال الكرمات عاود ثاني نعطيها للعش هادشي اللي كاين يلا نتمنى يعجبكم هادشي هذا من خلتكم وما يعجبكم هادشي يلا تابعوا خلتكم.